سبق استبدلنا للتخلص من هذا الضغط الذي يفرضه الهو بريسينغ، الضغط العالي اللي كيفرضه فريق اتحاد طنجة. عرضية جميلة، كرة تلقى الحمو، الطوفان الأزرق شريف، الطوفان الأزرق شريف، الفتى الواعد حمودان، الفتى الواعد حمودان اكستنسور فيها تمريرة عرضية ارتقى، يمكن نقول خروج خاطئ، انما الجمالية ديال اللقطة هنا المشهد، شوف باس لاتيرال، شوف باس لاتيرال، شوف كيصعد مشى، روعة روعة، هدف مدهش لاتحاد طنجة، هدف رفيع والتمريرة تجي من الرجل، تيون اوسينيو السنغالي، تيون اوسينيو السنغالي، مضى في منقص، ارتقى حمودان قصير في القامة، انما ارتقاء كان عالي، ارتقاء كان عالي ويعطي الامتياز فريق اتحاد طنجة. واحد استرجع في خط الوسط، تأمينات الممكنة، تغطية جميلة من طرف شاكيب بن زوكان، واحد من المجربين، كرة في طريقها ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يمكن حتى يمكن نقول الكل بقي في حالة الذهول. حمودان يضيف هدف ثاني، حمودان يضيف هدف ثاني، ما غنضيفش كسر، هدف من الروعة بمكان، هدف من الروعة بمكان، والمناصرون في حالة انتشاء. شفنا إعادة، شفنا إعادة، هنا عملت واحد اثنين، هنا عملت واحد اثنين، مشى هدف رفيع، هدف رفيع، عملت واحد اثنين بين الحواصي وحمودان، مضى في منقص، ريبريز فولي بيسرى ساحرة، هدف رائع، هدف رائع، نفس المسجل ولا بحمودان، هذا الفتى شباب استبدلة الآن غادي يلعب الكل، الكل ليس لهم يخسروا، خاسر بجوج صفر أمام فريق منظم مهيكل خارج القواعد، يلزم يخرج يفتح مفاتيح اللاعب ويخرج من تقوقعه في منتصف ميدانه. انتدب الفريق تقريبا 14 لاعب وثاني فريق في الدوري المغربي كرة القدم انتدب أكبر عدد من اللاعبين بعد فريق شباب خنيفرة. هدف من الروعة بمكان، خليل بن حمص، خليل بن حمص العميد والمجرب، أنا أخدم عنصر فريق شباب سبتدلا، هدف يمكن نقول في هذه المقابلة أهداف رائعة وأهداف أنطولوجية وأهداف خرافية. مشى تشوف غادي تمشي تقريبا 30 متر، ما يمكن نقول متابعة انتحارية للحارس، إنما الله غالب، مشات قوية قوية قوية، لمست العمود الأفقي ونزلت.